بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم صحافتكم. بالنسبه للمقابله اول شيء كنا عارفين باللي المقابله تكون سهله خاصه تلعب مع وفاق سطيف يعني في الميدان تاعو. وفاق سطيف يعني عنده الهدف تاعو هو البوديوم. انا الهدف تاعنا يعني هدفين متباينين، واحد الهدف تاعو اللي يلعب البوديوم وواحد يلعب الماتيا. دونك اللي خلى المقابله نقول باللي زدنا نغلقت خاصه لينا احنا كان ممنوع علينا الخطا اليوم، خاصه عندنا دو سورتي خسرنا يعني الماتش اللي فات كان لازم علينا تكون ردة فعل، والحمد لله كانت ردة فعل قوية تاع اللاعبين تاعنا. المهم هو يعني ما نخسروش هذه المقابلة، على الأقل نعودوا بنتيجة إيجابية اللي ترفع معنويات الفريق تاعنا بالنسبة للمقابلات اللي جايين. بالنسبة للمباراة بايلفولدي ما لغش معناها نيفو، معناها لاباس به كبير بالبلدة. عارفين المباراة صعبة خاطر بور ريزودر ليكواسيون تاع ايكيب تلعب لك معناها بلوك با، واضحين كانوا يشيرش معناها الماتش نول، وبوركوا با معناها يفاجئوك بان كونتر، وين ايكيب معناها اللي معروفه باللي ترانزيسيون رابيد نتاعهم. دونك سي اون ايكواسيون ديفيسيل ا ريزودر، ما نجمو نفضوها الا اذا كان نلقاو لو شومان ديفيلي لو بلو فيت بوسيبل. مالوريزمون اون اي ديز اوبورتونيتي، اون ا اسيي دو بوت ان بو، كو سوا لا بروميير ميتون كو سوا لا دوزيام ميتون. الكلام كثير اللي كثر في المقابله، لان بكل صراحة حتى أنا ما نأمنش، حتى أنا كما نقول لك استغربت في الأداء تاعنا، لأن الفريق يعني في الشوط الأول مستوى عالي وتسجل يعني ثلاث أهداف خارج ديار وتلقى هدف، يعني أدينا شوط في المستوى. الشوط الثاني دان سيركو يعني المستوى تاعنا هبط، خاصة من ناحية الدفاعية، يعني تلقينا أهداف وكنا يعني قادرين نولوا في النتيجة. الشيء هو اللي حير الكل، ماهوش أنا يعني كل متتبعين كرة القدم كل متتبعين البطولة، مقابلة حيرتهم بزاف. حتى انا محير يعني الشيء اللي قاولنا يعني فوجون تيون كيس 3 بيت دون انترفال دو 7 مينيت، الشيء اللي خلى يعني نحير يعني دي سيلكو يعني الفريق ينهار دفاعيا.